Hi everyone. Welcome to this session. This session today will be in Arabic. There will be some breathing exercises also, I guess. So, لكن خلينا نكمل بالعربي. للي ما بيعرفني أنا منى عبد الرحيم زنتل من Mind Your Power. اللي بلشناه هلأ هون بلش لأنه بلش كرمال الكورونا فيروس. أوكي عنا كورونا فيروس بالعالم كله وفي كتير ناس قاعدين بالبيت, في كتير ناس عم بيخلوا هالخوف يعملهم paralysis, يعني يقعدوا وما يعرفوا شو يعملوا. وكتير ناس هيدا الخوف عم بيخليهم كمان يمرضوا أكتر, لأنه نحن بنعرف إنه المناعة بعيتنا بتقوى إذا بنكون مرتاحين. خلينا كلنا نعطي للعالم الشيء يلي بيقدروا يستفيدوا منه, يستفيدوا ويرتاحوا. كل السيشنز هيدول إذا في شيء ما شفتوه فيكن ترجعوا تروحوا على اليوتيوب أو على الويب سايت تبعيتي اللي هي mindyourpower.org It's Your Life series, وفيكن تشوفوا كل الانترفيوز يلي مضوا. بس اليوم هلأ معنا دكتور دافيد أبو خليل. He works a lot with mind-body medicine. Mind-body medicine لأنه نحن بنعرف قديه تأثير العقل على الجسم وقديه تأثير الجسم على العقل. عنده دكتوراه بالphysical therapy. He's an expert level brain working recursive therapist. بيعمل acupuncture and Chinese medicine. هو على البورد اوف امريكان بورد اوف انتي ايجينج اند ريجينريتينج ميديسين, وعنده بيوتي كلينيك كمان بلبنان. ماستر هيبنوثيرابيست اند اوتو هيبنوسيس تيشر. عنده دكتوراه بالميتافيزيكال سايكولوجي. انترناشونال ترينر ان انرجي ميديسين اند هوليستيك ثيرابي, والفاوندر اند انوفيتور اوف ذا ترانسفورميشنال هوليستيك بريذينج. وهيدي التكنيك الـ Transformational Holistic Breathing كمان راح يفصلنا إياها اليوم ويحكي فيها. هاي دافيد, هلأ أنت وكمل و I am so happy to be to have you here on the call. كتير كتير مبسوطة أنه أنت جيت, لأنه عندك كتير 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 علم. مش بس عندك علم, بس عندك هالطريقة انه فيك تفسر للأشخاص كتير منيح الأشياء يلي بدك توصلها. So أنا كتير مبسوطة انه أنت اليوم معنا, وأكيد أكيد كله رح يستفيدوا كتير من يلي أنت رح تفرجينا إياه اليوم. So Thank you منى على الopportunity وعلى introduction. يعطيك ألف عافية. اليوم حابب أحكي عن علاقة العقل بالجسد, وعن أهمية أنه نعيش في هذه اللحظة الحاضرة, وكيف فينا من خلال تمارين معينة, تمارين إلى علاقة بالتنفس, نقدر نأثر على الجهاز العصبي تبعنا, ونأثر على الجينات تبعنا, ونأثر على كل وظائف العضوية تبع جسمنا, إلى جانب أكيد الحالة النفسية تبعنا. لكن في كتير لأنه من الأشخاص حكيونا هذا الشهر كل العالم عاملين بانيك. هذا البانيك اللي عايشين فيه عم يعملوا دايماً, عم يعيشوا المستقبل دايماً, عايشين بخوف, يمكن خايفين إنه ينصابوا بالفيروس, يمكن عايشين بتعب نفسي. في منهم أكيد عايشين بأفكار الماضي, لأنه الفيروس جبرنا كلنا نقعد بيننا وبين حالنا. في كتير منا منا معودين نقعد بيننا وبين حالنا, عايشين دايماً بنوع من distraction. في كتير أشخاص بيناتنا يمكن عم يلهوا حالهم, كانوا يمكن بالأكل, يمكن بالشوبينج, يمكن بأشياء كتير. وصلنا لاستحقاق إنه هلأ نحن قاعدين وقت طويل بالكارنتين, هيدا عم بيجبرنا يمكن نواجه كل الديمونز تبعنا, الأشياء اللي كبينا قبل ومش مواجهينا. وبنفس الوقت في أشخاص عم بيفكروا كتير بأفكار الماضي, ما عم بيعيشوا باللحظة الحاضرة. إذا نحن عايشين هلأ بمشاعر ستريس أو خوف, شو عم بصير؟ حابب أفسر كيف الدماغ تبعنا بيعيش بوقت الستريس. شو هن الستريس إفكتس على الجسم؟ إذا أنا عايش بعلاقة مثلاً منا منيحة, بس مضطر ضلني بهيدي العلاقة لأنه في عندي ولد, شو عم بصير؟ منطقة الأميجدالا بالدماغ هي مركز الخوف والقلق, والفايت أور فلايت
هي دائما عم تشتغل، هي عم تعمل دائما عم تعمل فحص للخطر يلي انا عايش فيه، هل هو خطر حقيقي او لا. طيب اذا انا عايش بخطر حقيقي، عايش بتوكسيك ريليشن شيب، شو بيصير؟ اللي بيصير انه الاميجدالا دائما عم تعطي سيجنلز للهايبوثالاموس اللي هو الكوماند سنتر، اللي هو بدوره عم بحفز الجهاز العصبي المنو مركزي، الاوتونوميك نيرفس سيستم، المكون من سمباثيتك سيستم وباراسمباثيتك سيستم. السمباثيتك هو الجهاز الخطر اللي بيحمينا من الخطر. فدائما اذا انا عايش بتوكسيسيتي معينه، بستريس معين، بعلاقه ما بحبها، بشغل ما بحبه، دائما هالجهاز السمباتاوي عم بيعطي اوردر للادرينال جلاندز يفرزوا ادرينالين عالي، كورتيزول كل الوقت. وقت ينفرز الكورتيزول والادرينالين اللي بيصير انه بيصير عندنا التهابات بالجسم، لانه الريسبتورز بيصير عندهم ريزيستنس على كميه الكورتيزول العاليه كل الوقت. هذا الشيء بيوصلنا لديبرشن، بيوصلنا لالتهابات بالدماغ، التهابات بالجسم، المناعه الجسديه تبعنا تدهور. ليه؟ لانه كل خلايا المناعه تنزل نزول، كل الالتهابات السيتوكين تي ان اف الفا كلهم هول بيطلعوا طلوع، بصير عندي التهابات، التهابات بالدماغ والتهابات بالجسم بنفس الوقت. اكيد اذا انا عايش بخوف كل الوقت شو بصير؟ الدم من هيدي المنطقه بيروح من دماغي البريفرونتال كورتكس، من نقطه من هيدي المنطقه بفوت على دماغ العاطفه، وهيدا الشيء بيوعي منطقه بالدماغ لها علاقه بالمشاعر القويه. اذا وعيت هيدي المنطقه، منطقه ثانيه لها علاقه بتخفيض الالم اللي هي الدورسولاترال بريفرونتال كورتكس بتنطفئ. هذا كله ببين بالبرين ايمجينج. اذا دائما عايش انا بحاله نفسيه فيها مشاعر مكبوته، دماغي اللي هو مسؤول او مطرح بدماغي مسؤول عن تخفيف الالم بينطفي، ما بقى يشتغل. اذا انا دائما عايش بعلاقه مش حلوه، اذا عايش بافكار خوف تجاه الفيروس، ما فيني اعمل لا فايت ولا فلايت. دائما انا عم بمتص هيدي المعلومات اللي عم شوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تكون معلومات كتير غلط منها مزبوطة، بس عم تعيشت ببانيك، عم فوت بسسبنشن اوف بريث، عم بنقص. هي مزبوط صار هيك؟ هذا شو عم بيعمل؟ عم بفوت التروما من الوعي على اللاوعي، لانه بالفريز بتفوت التروما وبالفريز بنطلع التروما. كرمال هيك بالعلاج الايحائي مننبش على سسبنشن اوف بريث تنقدر نفوت ونشيل التروما من اللاوعي نطلع. فكتير اساسي نعرف انه جهازنا العصبي السمباتيك اذا دائما عم بيشتغل، عم فوت انا بفايت اور فلايت اور فريز، هالتروماز عم بفوتوا، هالمشاعر عم بيزيدوا جوا، عم بيعلوا الكورتيزول والادرينالين بالجسم، عم توطى مناعتنا النفسيه والجسديه. ليه نفسيه عم توطى كمان؟ لانه الافكار عم بتولد دائما مشاعر. انا ما عم بقدر لا سيطر على افكاري لا سيطر على مشاعري. المشاعر building in، عم بعبي هيدا المشاعر، كورتيزول كتير عالي، دايما عم فوت بهذا الفريز ستيت، دايما صرت حالتي العاطفية والمشاعر تبعي كتير صاروا عاليين بجسمي، هيدا رح يسبب sensitization للجهاز العصبي. ففي أشخاص بحسوا بكآبة، بحسوا المود تبعهم عم ينزل من وراء اللي عم نحكي عنه، هيدا الحال اللي عايشين كلنا فيها. وفي اشخاص بيقولوا لي عايشين بألم، في اوجاع صاروا بجسمي، هيدي الاوجاع عم بحس فيها دائما، عم بحس بدقات قلب سريعه، ما عم بقدر اكل، ما عم بقدر نام، او عم بنام كثير او عم باكل كثير، وبنفس الوقت عم باكل ما عم بهضم. ليه ما عم بهضم؟ لانه الجهاز السمباتاوي بخفف الدايجستشن، الجهاز المسؤول عن حمايتنا من الخوف بخفف الدايجستشن تبعنا. الهدف تبعنا انه مو بقى دائما نغذي هيدا الجهاز السمباتيك، جهاز الستريس، بدنا نغذي الجهاز اللي هو البارا سمباتيك. وتبلش انا اعرف كيف انقل هيدا الشيفتنج من السمباتيك للبارا سمباتيك، بكون انا عم شغل الجهاز المسؤول عن الريلاكسيشن وعن الدايجستشن بنفس الوقت. كرمال هيك في كتير امراض، الفايبروميالجيا، في عنا الكرونيك فاتيك سيندروم، في عنا عالم عندهم نفخات، الريتبل باول سيندروم،
كله هيدا بتأثر بالسايكو بالسايكوسوماتيزم أو بالسايكي طبعاً، يعني بحالة المشاعر طبعاً. كرمال هيك أكثر من 90% من الأمراض هن سايكوسوماتيك بس بدرجات متفاوتة. يعني في أمراض بالجسم تظهر، وحكي فرويد عن هذا الشيء بإحدى الكتب تبعه، حكي عن رجل كان عايش بعلاقة، عايش مرته عرف أنه هي بعلاقة، قال له ما بدي أسمع شيء عن هاي العلاقة، ما بدي أسمع شيء، طرش. هيدا تأثير المايند على البادي، طرش لمدة 3 أسابيع، رجع صار يسمع. هيدا الطرش دفنس اللي صار معه ما معروف كان سببه الطب، لكن في مايند بادي كونكشن. ودائما نحن بدنا نعرف كيف نقدر نشتغل بهذا الجهاز الباراسمباتيك تنقدر نعيش شيء بنسميه ريلاكسيشن ريسبونس، ردة فعل استرخائية. تتميز النفس تبعنا بصير أبطأ، النفس تبعنا بصير كتير غميق، دقات القلب بتوطى، وبنفس الوقت الأكسيد نيتريك اللي هو بفتح الشرايين بيعلى. إذا تفتحوا الشرايين أنا بالاسترخاء تبعي، أنا عم بغذي كل الجسم بالسنتر خصوصا بالدورة الدموية، وبنفس الوقت عم نطلع التوكسنز من الجسم. بينما ردة الفعل الإجهادية الستريس ريسبونس اللي بنكون عايشين فيها وقت نكون عايشين بهذا الستريس وبالمشاعر المختلفة، هي بتتميز بازدياد دقات القلب، النفس تبعي بصير شالو، بصير من هون عم بيطلع. فالشالو بريزينج مع ازدياد دقات القلب والأكسيد نيتريك بنفس الوقت عم بينزل، هيدا الشيء ما عم بيخلي انه الدم ما يوصل على المركز، مع التهابات، مع شيفتنج للدم من مناطق النيوكورتكس لمناطق الايموشنال برين، هيدا كله عم بيعملنا شيء بنسميه سنسيتايزيشن والتهابات بالجسم واوجاع جسدي. من هون اهميه نعرف كيف نقطع اللينك اللي موجود بين المشاعر وبين الافكار، لانه نحن بيقطع براسنا اكثر من 70,000 فكره بالنهار. تخيلوا معي اذا 70,000 فكره هن سلبيين وعم بيعملوا مشاعر سلبية، الفكرة بتولد مشاعر، المشاعر بولدوا static electricity بالجسم، فالطاقة العضوية صار فينا نفحصها ونصور الطاقة العضوية وين deviated، وين ناقصة، وإذا عندي anger شو عم بالمشاعر اللي عم بتأثر على الانرجي، وين فينا نصورها، وين بتأثر، عادة بتكون على منطقة الانفلوب ببين فيه مثل condensation للطاقة، كله صار بيقدر يتصور. ونعرف نحن قبل جلسات التنفس كيف كانت الحالة بطريقة علمية، وبعد جلسات التنفس كيف صارت حالة الطاقة العضوية، وبالبرين إيميجينج بنعرف أي نقط بالدماغ، أي مطارح بالدماغ عم توعى من خلال التنفس، شو التغييرات اللي عم بتصير، لوين أنا عم بقدر أوصل بالهيلينج تبعي من خلال العلاج تبعي. لكن كتير مهم المايندفولنس مديتيشن رح نحكي عنه، أو المايندفول بريث، كيف نحن بنقدر نتنفس ونركز باللحظة الحاضرة. بدراسات كتير مهمة، أكثر من 400 دراسة أثبتوا هيدا العلاج أو هيدا التكنيك أدي أهميتها على خلق ردة الفعل الاسترخائية relaxation response، بنفس الوقت على توعية إذا بدنا 5 مناطق بالدماغ إلهن علاقة بالتفاعل العاطفي، بالإيموشنال إنتليجنس، بالإمباثي كيف أنا بحس بالآخر، بالأكيد بالذاكرة تبعي، بمركز اتخاذ القرارات بالبريفرونتال كورتكس، كيف بصير قادر أخذ قرارات يكون عايش بأتنشن وبفوكس بطريقة أقوى وأكثر وأغمق. لكن المايندفولنس مديتيشن إذا بدي أعرفه بطريقة سيمبل هو التركيز باللحظة الحاضرة بلا ما أحكم على المشاعر وعلى الأفكار اللي أنا عم حس فيها، وخصوصاً على الأفكار اللي بتقطع براسي. فأنا عم باخد هلأ نفس من مناخيري 5 seconds in 5 seconds out. It's normal إنه يقطع كتير أفكار براسي أنا وعم بتنفس هيك لمدة 10 دقايق. المهم إنه أنا ما أقعد أتخانق مع أفكاري ولا أحكم على هيدي الأفكار ولا أحكم على المشاعر المعقول تجي أحس فيها. دايماً أعمل شيفتينج للأويرنس تبعي على اللحظة الحاضرة. هلأ شو عم بعمل؟
عم بتنفس. التنفس باللحظة الحاضرة بيسمح لي بعد كم أسبوع من الـ practice المنتل اكتيفيتي حتى تبعي تخف، يعني يصير حتى ما بقى تقطع أفكاري كتير بالرأس. هيدا بصير غير meditation، بس المايندفولنس بيقدر يخليني أعيش باللحظة الحاضرة، أقطع الرابط الموجود بين الأفكار والمشاعر. إذا أنا كنت silent witness للأفكار، كأنه أنا عم شوف هالأفكار عم تقطع براس حدا تاني، بتصير هيدي الأفكار ما تخليني تخلق لي أي مشاعر. وهذا الشيء بمرني أنه بعدين حوادث الحياة اللي بتصير معي ما أتفاعل معه، الجهاز السمباتيك ما بقى عم بيوعى، دايما عايش بجهاز الباراسمباتيك، بهيدا الريلاكسيشن اللي كتير غميق، بالهيلينج اللي كتير غميق، اللي أثبت فعاليته حتى المايندفولنس على تأثير على أكثر من 20,000 جينة اللي بحب يطلع بهيدا الستادي. دكتور بانسون هو اللي عامل هيدا الستادي. فكتير مهم نحن نعيش هلأ باللحظة الحاضرة من خلال هيدا التنفس البطيء. أثبتت الدراسات والإكسبرمنتس اللي عم نعملهم صرنا تقريباً 3 سنين كيف التنفس تبعنا بيقدر يشغل الجهاز الباراسمباتيك، وكيف بنفس الوقت الريزم تبع التنفس، السرعة تبع التنفس أكان بالإنهيليشن أو الإكسليشن بتأثر على مناطق مختلفة بالدماغ. يعني فيني أنا أتنفس 5 seconds in 5 seconds out، عيش باللحظة الحاضرة، هيدا الشيء رح يعمل ردة فعل استرخائية. بحسب دراسة انعملت على رهبان كاثوليك ورهبان بوذيين كانوا عم بيصلوا الأفي ماريا، والرهبان البوذيين أكيد كانوا عم بيعملوا شانتينج للمانتراز، النفس تبعهم بعد 3 دقائق براكتس صار 5 seconds in 5 seconds out. كرمال هيك تنعمل اندكشن لاسترخاء قوي لازم نحترم الـ 5 seconds in 5 seconds out. إذا حبينا نفوت أكثر بالريلاكسيشن ونخلي الجهاز السمباتيك يشتغل بطريقة أقوى، لأنه بالخمسة إن خمسة أوت أنا عم شغل عم فوت بالألفا ستيت، يعني النيرون بقلب دماغي أو الخلايا العصبية بيعملوا كوميونيكيشن مع بعضهم من خلال برين ويف. البرين ويف ألفا بكون بال 5 seconds in 5 seconds out. إذا حابب يفوت أغمق للثتا، يعني لحالة ديب هيلينج بقلب الجسم، أكيد بوطيل الالتهابات بقلب الجسم اللي بيعكس أثار الضغط العصبي اللي بخليني دايماً عايش 100% بهيدا اللحظة، باخد نفس 5 seconds in بطلع 8 seconds out. كل ما تكون الاكسليشن أغمق كل ما الهارت ريت تبعي عم بخف، وبنفس الوقت عم عيش أكثر وأكثر باللحظة الحاضرة. هيدا الشيء عم بطفي هيدا اللوب الباريتال اللي هون اللي هو مسؤول عن الإيجو. بينت الدراسات إنه من خلال هيك تنفس منطقة كمان التلاميس اللي هي بتعطيني البرسبشن للرياليتي تبعي تتغير، بصير شوف الواقع تبعي غير، يختلف الواقع تبعي، نظرتي للحياة تبعي اللي أنا عايشها تختلف. من هون أهمية نركز باللحظة الحاضرة، 10 دقائق الصبح 10 دقائق عشية من خلال التنفس البطيء 5 seconds in 5 seconds out أو 5 seconds in 8 seconds out. هيدا بخلينا أكيد نختبر استرخاء كتير غميق، relaxation غميق، دقات القلب تبعنا عم بصيروا ينقصوا. هيدا الشيء بخلي إنه دماغنا بسموه دماغ المنطقي تبعنا هو اللي يشتغل بعدين أكثر، وينقص إذا بدكم يضعف الـ primitive brain والـ emotional brain اللي هو دايماً بده يتفاعل بوقت الخطر. كل ما أنا عم بتفاعل بوقت الخطر بطريقة منا منطقية، إذا أنا عم بتفاعل بخطر حقيقي it's okay، هذا شيء كتير مهم. بينما إذا أنا عندي أفكار وإشياء عم حس فيها ومشاعر منا حقيقية، عم حس بخطر مش حقيقي، قاعد بالبيت أنا أخذ precautions تبعي، ليه أنا بدي أحس كأنه الكورونا هو راكب وراي وأنه أنا معقول انصاب فيه؟ لأنه هذا الـ primitive brain والـ emotional brain هن أخذين الليد. نحن بدنا نحول هذا الليد من هون على النيوكورتكس، على السيستام باراسمباتيك،
لنقدر نعيش باللحظة الحاضرة باسترخاء تام. من هون أهمية أكيد التنفس والمايندفولنس. أكيد ثيرابي فينا نعمل كتير مايندفول أكتيفيتي غير التنفس. دايماً إذا أنا عم صلي، في أشخاص بيقولوا لي ما بنقدر نصلي، بصلي راسي بيجي فيه مليون فكرة، ما بعمل كونكشن، ما بحس بشيء. ليه؟ لأنه ما عم بيقدروا يعيشوا باللحظة الحاضرة. نبلش نمرن ذهننا إنه نعيش هلأ، لأنه ما عنا غير هلأ. إذا أنا قادر أعيش باللحظة الحاضرة بقدر سيطر على الجهاز العصبي تبعي. وقدي حلو نقدر نسيطر على جهازنا العصبي وناخد كل البنفتس اللي بيعطينا إياه الجهاز العصبي اللي هو الباراسمباتيك، اللي عنده تأثير كيف حكينا على 20,000 جين. فأكيد هو بيشتغل على لغة التخاطب الجيني بالأمراض النفسية، الأمراض المزمنة كمان، كانسر، سكري، أمراض القلب، كله أثبت أنه relaxation response عنده تأثير كتير قوي على الأمراض المزمنة الجسدية وعلى الأمراض النفسية. إذا كان الوجع الناتج عن أفكارنا ومشاعرنا، وجع عم نحسه بجسمنا عم بيصير قوي وعم نحس أنه دايماً عندي أوجاع ودايماً مني مرتاح، بيجي علاج الـ THP اللي هو العلاج التنفس الشمولي التحولي، اللي بيستعمل أكثر من 5 أدوات للتشخيص. من خلال فحص لسان نقدر نعرف التنفس اللي لازم أنا أخده، كيف الرزم تبعه، هل هو لازم يكون تنفس قوي أو تنفس بطيء، هل أنا وعم طلع الإكسليشن من جسم من دمي رح يكون الإكسليشن قوي أو لازم يكون بطيء. هيدا كله نقدر نعرفه من خلال فحص لسان، نعرف كيف الطاقة العضوية عم تمشي بقلب الجسم. نعمل فحص للمشاعر تنشوف الإيموشنال ستيت عند الشخص. نعمل فحص للطاقة العضوية، فينا نعمله بالطريقة الترديشنال أو بطريقة الماشينز، تنعمل مثل دراسات علمية يكون كل شيء مجرد بواسطة أكيد فولت ميترز وغير مكانات. نقدر نشوف الطاقة العضوية هل ديفييتد، هل المشاعر عم بتأثر على الطاقة العضوية وين. عادة مثلا فينا نعطي اكزامبل، إذا أنا عندي قلة ثقة بالنفس وعندي inadequacy، منشوف بالكاميرا إنه الطاقة اللي موجودة على باب المعدة السميكة والألوان تبعها منه مزبوطين، أوقات بتكون ديفييتد على اليمين أو على الشمال. هيدا كمان بيعطيني فكرة للتروما اللي أخذها الشخص، هل هي ماسكولين أو فيمينين. فنقدر نعرف حالة الطاقة العضوية وبنفس الوقت نشتغل على النيو سيلف. جاي الشخص لعندي لأنه بده يتغير، لأنه النيو سيلف بده يوصل له بده من خلاله يكون مثلا ستريس فري، الأفكار تبعه ما تأثر على تولع له المشاعر جوا، يعيش دائما باللحظة الحاضرة. نقدر نحن نعمل نزرع بواسطة الإيحاء أكيد بقلب جلسة التنفس اللي بتخلينا نفوت بهيدا الثيتا ستيت، very 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 deep relaxation. نقدر نفوت أكيد النيو سيلف ونعمل توازن بحالة الطاقة العضوية، وأكيد نوصل لنوع من هوميوستيزس اللي هو التوازن بين الجهاز الباراسمباتيك والسمباتيك. من خلال أدوات تشخيص مختلفة نقدر كمان بخلال العلاج تبع THP نقدم أكثر من 8 علاجات مع علاج التنفس، بخلونا نقدر نعالج السايكي والجسد والطاقة العضوية وحتى نوصل للسبريتشوال ريل. فكتير مهم نقدر نشتغل بطريقة هوليستيك من خلال هذا العلاج، لأنه وقت يصير في ألم بالجسم أوقات ما بكفي بس اشتغل على السايكي، بدي اشتغل على الكورتيزول اللي عبى بالجسم، لأنه كل مرة أنا بقطع بفريز ستيت الكورتيزول عم بيعلى. احنا بنعرف جهاز السمباتيك وقت يشتغل بيدفش الدم على الإيدين وعلى الإجرين. ليه؟ تأخذ أكشن، تأهجم على الخطر أو تأهرب منه للخطر. طب إذا أنا ما عم بهجم على الخطر ولا عم بهرب من الخطر، الكورتيزول عالي 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 بينزل بيقعد بالمسلس، هذا الشيء عم يعمل التهابات بالعضلات، الدورة الدموية عم تصير كتير congested بقلب الشرايين الدموية، رح أوصل لأوجاع. هيدا الوجع يطلع أوقات ما بكفي بس اشتغل على السايكي، لازم كمان اشتغل على انعكاس السايكي على الجسم بواسطة نقط معينة نقدر نعرفها من خلال فحص السن.
وبنفس الوقت نقدر نكبس على هيدا النقط ونكبس على نقط تانية لها علاقة بتفريغ الكورتيزول من الجسم، لأنه بنعرف أن الكورتيزول هو ستريس هرمون، هرمون عنده أكيد أكيد أفانة فاست على الجسم، بنعرفها كلنا كيف الإيمينيتي بتنزل، كيف الالتهابات بنفس الوقت بتطلع. لكن حالتين نقدر نحن نشتغل عليهم، حالة النفسية، حالة المشاعر المكبوتة اللي بعد ما تحولت لوجع من خلال المايندفولنس مديتيشن، اشياء فينا نعملها بالبيت، وحالة اكيد الاوجاع الجسدية اللي هي ناتجة عن انحباس موجود بالمشاعر اثر على الطاقة العضوية، هذا كله بطريقة علمية بنقدر نفحصه. وبنفس الوقت الالتهابات العالية اللي عم بتصير بالجسم اللي عم بتخلي هذا الجهاز العصبي يصير عنده sensitization وتيصير دائماً عم يشتغل كل الوقت دائماً اللي بيصير أنه بيحفظ هيدا الطريق العصبي وبيخليني دائماً عايش بوجع وعايش بضغط عصبي كتير. هيدا الشق الثاني بنعالجه بالTHB اللي بنقدر من خلاله نعالج النفس ونعالج الجسد ونعالج أكيد الطاقة العضوية بطريقة كتير إفيكاس. من هون دائماً أهمية أنه نعيش باللحظة الحاضرة. كرمال هيك رح نحكي اليوم على المايندفولنس مديتيشن وعلى المايندفولنس بيزد ترانسفورميشن هولستيك بريزنج اللي هو علاج تنفس لمدة تقريبا ساعة لساعة ونص بطريقة متواصلة. هيدا بنعملها بالكلينيك، بنخلص الشخص من الآلام الجسدية وأكيد من المشاعر المكبوتة ومن كل شيء بنسميه سوماتايزيشن، انعكاس الحالة النفسية على الجسم أو المايند بودي كونكشن. الهدف طبعا نخلي جهاز الباراسمباتيك هو اللي ياخذ الليد. الهدف تبعنا نشتغل ونعيش باللحظة الحاضرة، ما بقى في شيء براتي يقدر يوعي لي مشاعر ويخليني من جوا دائما حس ببانيك وبستريس وعيش بأكيد بحزن أو بمشاعر مكبوتة. والهدف نكون في توازن بالطاقة العضوية بنفس الوقت تا نقدر نمشي بالسايكل بطريقة هيلثي بين الأفكار والمشاعر والطاقة وآخر شيء الصحة الجسدية، لأنه هيدا السايكل أوقات نضطر نشتغل على كل وحدة منهم إذا صار عندي حالات جسدية وألم كرونيك بين. هلأ رح نعمل شوية أكيد ريلاكسيشن مع مديتيشن من خلال التنفس. هذا الشيء رح يساعدنا نعيش باللحظة الحاضرة ونفرغ هذا الهرمون الكورتيزول يوتا. رح نوصل أكيد للألفا ستيت اللي بتخلي أنه كل هالهرمونات المنيحة إذا بدنا نقول الدوبامين والسيروتونين السعادة والاندفاع يعلو جواتنا، ونختبر كيف التنفس تبعنا بصير كتير غميق، بصير كتير بطيء، كيف حتى دقات القلب بتبطأ، وحتى في أشخاص بيقدروا يوصلوا أنه دقات القلب يعني تصير كتير قليلة بالدقيقة إذا فتنا أكتر بالثتة. نحن هلأ رح نشتغل أنه نفرغ هذا السترس، نطلع كل المشاعر المكبوتة ونخلي حالنا دايماً مركزين باللحظة الحاضرة. هلأ بدي إياكم تاخدوا كل تركيزكم على اللحظة الحاضرة. بديكم تاخدوا كل تركيزكم على التنفس تبعكم. In and out. مع كل نفس عم تتنفسوا كل عضل، كل وتر، كل عصب بجسمكم عم يرتخي على الماكسيموم. 5 seconds in 5 seconds out. بديكم تحسوا بتقل اجريكم على الارض، بديكم تحسوا اكيد بتقل ظهركم على الكرسي،
مع كل نفس عم تاخدوه عم تسمحوا لحالكم تفوتوا 10 مرات أغمق بحالة الريلاكسيشن. انتوا عم تتنفسوا 5 seconds in 5 seconds out. كل عضل، كل عصب، كل وتر عم يرتخي على الماكسيموم، لأنه كل شيء بهمكم هلأ بهيدي اللحظة هو قديه تفوتوا أغمق وأغمق بحالة الريلاكسيشن. Five seconds in. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds out. 1, 2, 3, 4, 5. عم بيقطع كتير أفكار براسكم. You let them go. عم ترجعوا بالattention تبعكم على اللحظة الحاضرة. كل الawareness هلا. عالتنفس بالpresent moment. 1 عم تسمحوا لحالكم أغمق وأغمق تفوتوا بحالة relaxation. انتوا مركزين على اللحظة الحاضرة. 2 رح تسمعوا صوت خفيف هلا. أول ما تسمحوا تسمحوا لحالكم تفوتوا 10 مرات أغمق بحالة relaxation. And now go deeper and deeper. Relaxed and relaxed. هلا بدي اياكم تتذكروا أكتر مرة كنتوا مبسوطين فيها، أكتر مرة كنتوا عم تضحكوا، أكتر مرة كنتوا عايشين بسلام داخلي. بدي اياكم تتذكروا هيدي الصورة. انتوا عم تتنفسوا 5 seconds in 5 seconds out كل الوقت. بديكم تركزوا على هيدا الصورة. انتوا عم تفكروا بهيدا الشيء، ميات وآلاف الروابط العصبية بقلب دماغكم عم تربط احساس السعادة والسلام اللي عشتوه قبل هلا بهيدا اللحظة عم تختبروه هلا. كل عصب براسكم عم يوعى هيدا هلا بهيدا اللحظة. عم تتخيلوا قطوة صغيرة عم تضوي براسكم، عم تشوفوا هالقطوة عم تمشي بكل الأعصاب تبعكم بقلب دماغكم من ورا لقدام من جنب لجنب، عم توعيكم كل الأعصاب الإيجابية، عم تخليكم تختبروا كل السلام هلأ بهيدي اللحظة. Present moment. هلأ بديكم تاخدوا كل تركيزكم على الانهيليشن. 5 seconds in 8 seconds out. كل تركيزكم على الزفير على الإكسليشن يكون أبطأ وأبطأ. هذا الشيء عم يسمح لكم تفوتوا بقلب حالكم تعيشوا هلا بهيدي اللحظة. انتوا عم تتخيلوا الفيجاس نيرف العصب العاشر اللي بيمرق من ورا الفوكال كورس تبعكم عم ينزل عم يعطي انيرفيشن للقلب. دقات قلبكم عم تبلش تبطأ أكتر وأكتر. أنتوا عم تفوتوا بحالة relaxation and you're going 10 times deeper and deeper relaxed and relaxed. عم تشوفوا العصب العاشر عم بيعطي innervation للرواية تبعكم. هذا الشيء عم يخلي النفس يصير كتير غميق وكتير بطيء. 5 seconds in 8 seconds out. انتو عم تتنفسوا هلأ باللحظة الحاضرة. دايما عم تاخدوا كل الاويرنس تبعكم
على التنفس بهيدي اللحظة، كأنه كل شيء بهمكم هدي فيكم تفوتوا أغمق وأغمق بحالة الريلاكسيشن. Breathe in. 8 seconds out. And go 10 times deeper and deeper, relaxed and relaxed. هلا رح نعمل تمرين بحسننا السيلف اكسبريشن تبعنا، بحسننا الانتويشن والكونكشن بنفس الوقت من خلال التنفس. بديكم تركزوا على احسن صوره لكم، best version of yourself. انتو عم تحكوا بطريقة بدكن إياها، انتو عم تحسوا بالإشياء قبل ما تصير، انتو connected، انتو مرتاحين بينكن وبين حالكن. بديكن تحطوا أصابعكن بقلب دينيكن، تاخدوا نفس غميق من مناخيركن، انتو عم تطلعوا تعملوا هيدا الصوت وتحسوا كيف الفايبريشن تبع النفس عم توصل على هيدا النقطة. نحط أصابعنا بدينينا بهالطريقة. بتطلعوا الاكسليشن بهالطريقة، تحسوا بهيدي الفايبريشن عم تطلع لهيدي النقطة، تحسوا كل عضلات راسكم، كل عضلات كتافكم، كل عضلات صدركم عم ترتخي أغمق وأغمق أكتر وأكتر. عم تخلوا كل الأعصاب من هيدا الجهاز الباراسيمباتيك تشتغل على هيدا الأريا بطريقة كتير قوية، تتفوتوا بريلاكسيشن أغمى وأغمى. And you're going 10 times deeper and deeper. Relax and relax. 5 seconds in, 8 seconds out. كل الأفكار اللي عم تقطع براسكم let them go. تركزوا هلأ باللحظة الحاضرة على نفسكم، عم تلاحظوا قد ايه نفسكم عم يصير بطيء أكتر وأكتر، قد ايه عم تسمحوا أنتو لهيدا الجهاز العصبي الباراسمباتي يحسسكم بهيدا الريلاكسيشن الغميق أغمق وأغمق أكتر وأكتر، كأنه كل شي بهمكم هلأ هو قد ايه فيكم تفوتوا أغمق بحالة الريلاكسيشن. هلأ بدي إياكم تركزوا على صورة النيو سيلف تبعكم، صورة الأنا الجديدة بكرة أو بعد بكرة. أول ما يجيكم أفكار ستريس، كيف أنتوا عم بتضلكم مبسوطين؟ كيف عم بتضلكم كونكتد؟ كيف عم تضلكم عايشين باللحظة الحاضرة بهيدا السلام داخلي، بهيدا الإحساس الإجابة بهيدا اللحظة باللحظة الحاضرة؟ بديكم تركزوا على الصورة الجديدة طبعا، على النيو سيلف. شوفوا هيدا النيو سيلف مبسوط ستريس فري. هلأ بديكم تحطوا هيدا الصورة الجديدة تبعكم فوق صورتكم القديمة. خلي صورتكم القديمة كلها فيها ستريس أو بانيك أو فيها تتبخر نهائيا، ما يبقى غير هذه الصورة الجديدة، صورة السلام الداخلي، صورة الستريس فري، صورة النيو سيلف عم بيضحك مبسوط عايش باللحظة الحاضرة. أنتو بهاللحظة
إيديكم تاخدوا نفس عميق 5 seconds in 8 seconds out and go deeper and deeper, relaxed and relaxed. هلا بديكم تركزوا على صورة النيو سيلف، بديكم تركزوا على كل شيء بحياتكم بدكم تحسنوا، كل شيء بحياتكم بدكم تقدموه بالطريقة يلي انتو بدكم اياها، يتقدم يتحسن. شوفوا كل الزوايا تبع حياتكم اللي انتو عم بتطوروها، الاشياء اللي انتو بدكم توصلوا لها. انتو عم تفكروا بهيد الصورة، بديكم تمسكوا ايديكم ببعضهم بهيد الطريقة. رح نعمل نفس كتير قوي بخلي كل الطموحات تبعنا، كل الأفكار الإيجابية تبعنا تفوت لجوه على قلب الجهاز العصبي لنقدر نحن نعكسها بحياتنا اليومية. ناخد نفس غميق من مناخيرنا، أنا وعم طلع بكل قوتي. هلأ أنا ما عم بعملها بكل قوتي، عملوها قد ما فيكن تتخلوا من خلال التنفس تفوتوا هيدي الصورة الإيجابية لأغمق لاير بالسايكي تبعكم. كنا بناخد نفس غميق من مناخيرنا، أنا عم طلع بكل قوة. هيدا الشيء رح يخلي كل الذهنية الإيجابية اللي أنا بدي إياها تتثبت بواسطة الانرجي اويكنينج اكسرسايز لهذا اللي عم نعمله هلا. بنفس الوقت تفوت الصوره الايجابيه بقلب السايكي تبعنا بطريقه اغمى واغمى. هلا بدي اياكم ترجعوا تاخذوا كل تركيزكم على صورتكم وقت كنتوا كثير مبسوطين بالماضي عم تضحكوا، احسن فتره بحياتكم عشتوها، أكتر مشاعر سعادة، أكتر مشاعر بيس داخلي. بديكم تشوفوا حالكم عم تضحكوا، أنتوا عم تفكروا بهذا الشيء، ميات وألاف الروابط العصبية بقلب دماغكم عم تربط أحساسكم باللحظة الحاضرة وين موجودين معي هلأ بهيد اللحظة. عم تشوفوا كل الأعصاب عم توعى بقلب راسكم، كل عصب عم بيوعى هلأ بقلب راسكم. عم تشوفوا أضوية صغيرة عم تضوي براسكم، هاد الأضوية عم تمشي بكل الروابط العصبية بقلب دماغكم، عم تخلي كل مشاعر السعادة والسلام تعيشوها هلأ بهيد اللحظة باللحظة الحاضرة، لأنه كل شيء بهمكم هو قديه فيكم تعيشوا كل هالسلام كل هالسعادة هلأ بهيد اللحظة. هلأ بدي إياكم تركزوا على صورة الين سيلف، طاقة الين الموجودة بكل شخص فينا، طاقة الانتويشن، طاقة الكرياتيفيتي، طاقة السكون. بدي اياكم تحطوا ايديكم على الانر ثايس تبعكم، بدي اياكم تعملوا ستريتشنج بايديكم، تفتحوا العضلات الادكتور تبعكم على الاخر، تتنفسوا 4 seconds in 9 seconds out. In and out. انتو عم تشوفوا قدرة الابداع، قدرة الخلق اللي عندكم اياها، الانتويشن تبعكم، كل هالقدرة عم تكبر اكتر واكتر. كل هالقدرة تبعكم عم تفوت أكتر وأكتر بالنيو سيلف، بصورتكم الجديدة أنتو ستريس فري، بصورتكم الجديدة أنتو مو بقى عم تتأثروا بولا فكرة لأنكم عايشين هلأ بهيد اللحظة. كل الأفكار تبعكم مو بقى عندها أوتوريتي عليكم، كل فكرة عم تقطع براسكم عم تتركوها تقطع، كل تركيزكم هلأ بهيدي اللحظة. You breathe in 4 seconds and you breathe out 8 seconds out.
and you're going 10 times deeper and deeper, relaxed and relaxed. انتو عم تركزوا على صورة النيو سيلف. كل عصب كل خلية عم بصيروا أقوى وأقوى جوات دماغكم. كل عصب وكل خلية عم بينقل كل الروابط العصبية اللي انتو بدكن إياها، عم بيبعد كل المعلومات الإيجابية، كل الذهنية الإيجابية على كل مناطق دماغكم. وعم بتفوتوا 10 مرات أغمق بحالة الريلاكسيشن. You breathe in and you breathe out. هلا بدي اياكم تاخذوا كل تركيزكم على صورتكم انتم عم تضحكوا، انتم مبسوطين، انتم عايشين باللحظه الحاضره، عايشين بهيدا اللحظه بكل سلام. عم تتنفسوا 5 seconds in 8 seconds out بطريقه كتير بطيئه. انتم عم تفكروا بهيدا الشيء بيات والف الروابط العصبيه بقلب دماغكم، عم تربط احساس السعاده والسلام باللحظه الحاضره وين موجودين معي بهيدي اللحظه. عم تتخيلوا عضوي صغيره لونه موف عم يمشوا بكل الروابط العصبيه تبعكم من ورا لقدام من جنب لجنب بقلب دماغكم بهيدي اللحظه. عم بعبي لكم كل ذهنكم، عم بعبي لكم كل جسمكم، عم بعبي لكم كل كيانكم. عم تحسوا بالفيجس نيرف عم بيعطي كل الاشارات العصبيه، عم تحسوا بكل عصب بكل خلية عم بصيروا أقوى وأقوى مع كل ثانية عم تقطع كأنه طاقة جديدة. عم تمشي بكل الأعصاب تبعكم من ورا لقدام من جنب لجنب. عم تعبيلكم كل ذهنكم، عم تعبيلكم كل جسمكم، عم تعبيلكم كل كيانكم. And you breathe in and 8 seconds out. هلأ كل هالمشاعر الإيجابية عم تزيد 100 مرة أكتر جواتكم. كل أحاسيس السلام والسعادة والريلاكسيشن عم تزيد 100 مرة جواتكم أكتر. بدي إياكم تعملوا بروجيكشن لهيدي الأحاسيس الإيجابية على كل زوايا حياتكم اللي بحاجة لهيدا السلام، على حياتكم العملية، على أحلامكم، على أفكاركم، على حياتكم العائلية، على كل يوم من أيام السنة الجديدة. رح عد من 1 لـ3. أول ما أوصل لرقم 3 بدي إياكم ترجعوا تفتحوا عيونكم. 1 بديكم ترجعوا تحسوا بالمطرح يلي انتوا قاعدين فيه هلا بهيدي اللحظة. ترجعوا تحسوا بجسمكم، تحسوا باللحظة الحاضرة يلي انتوا فيها. دي اهميتها هيدي اللحظة، هي كل الحياة يلي عنا اياها هلا. 2 بدي اياكم تحسوا بكل التغيير اللي صار جوا، بكل هالريلاكسيشن وفوائدها، هالطاقة الإيجابية اللي جوا اللي زادت 100 مرة أكتر. عم تحملوها معكم، عم تحملوا كل هالتغيير العصب اللي صار جوا وعم تمشوا فيه بكل يوم من أيام السنة. 3 Open your eyes. إن شاء الله تكونوا حبيتوا وحسيتوا بهيدا الريلاكسيشن من خلال التنفس. وقدي أهمية أكيد اللحظة الحاضرة يلي نحن عايشين فيها، وبنفس الوقت قدي فينا الجمال هيدا إنه كيف فينا من خلال هيدا النفس نقدر نأثر على المناطق يلي بدنا إياها بدماغ، وبنفس الوقت على كل الطاقة العضوية تبعنا نرجع نخليها تصير مثل أوموجين بطريقة متناسقة أو متوازنة. وبنفس الوقت كيف أثبتت الدراسات إنه كيف عم نقدر نحنا
نشغل الدماغ اليمين والدماغ الشمال بطريقة سيمتريك من خلال التنفس تبعنا. لكل الأشخاص اللي عايشين بسترس دايم بنصحهم بالتنفس بالإنهاليشن 4 seconds in, exhalation 8 seconds out, لأنه بيّن أنه كل ما نحن نطول الإكسليشن كل ما نقوي الفيجل تون بنفس الوقت نخفف كل الضغط على القلب, وهذا الشيء بفوتنا باسترخاء كتير غميق بريلاكسيشن كتير غميق بنفس الوقت. حسيت حالي بغير عالم, وبفتكر إذا إذا الناس بيسمعوا هيك شيء بدل ما يسمعوا الأخبار كل ليلة قدي بيكون عقلهم أنضف وأريح. ديفيد بدي أسألك بس تتعطي يمكن نصيحة. So, في كتير كتير معلومات هلأ, كيف شو بدك تنصح الواحد يبلش بشو؟ هلأ أكيد نحنا فينا نرجع نسمع هيدا التسجيل, وإذا بدكم تسمعوا كل ليلة هيك ترتاحوا كل ليلة مثل ما ارتحتوا اليوم, بس شو أهم شيء الواحد يركز عليه أول شيء بالأول؟ أكيد أول شيء لازم يبلشوا بتمارين المايندفولنس مديتيشن, المايندفول بريدنج. 10 دقائق الصبح 10 دقائق عشية, ياخذوا 4 seconds in 8 seconds out ويعدوا على أصابعهم, لأنه بينت الدراسات على الأشخاص اللي بحسوه هذا صعب إذا عدى على أصابعه وعم يلتهب بالعد, الأفكار اللي بتقطع ما بقى عنده أوتوريتي عليه, ما بقى بتوعي الإيموشنز. لكن نفس غميق 4 seconds in 8 seconds out, أنا ومغمض عيوني 4 in 8 out لمدة 10 دقايق الصبح 10 دقايق عشية. لو قطع أفكار كتير براسي it's normal, it's normal, مهم بس ما أحكم على أفكاري, أخذ كل انتباهي على اللحظة الحاضرة. شوي شوي أنا عم غير دماغي, دراسة أثبتت بمدة شهرين أنا بصير إنسان جديد, دماغي إذا تغير شخصيتي عم تتغير, perception تبعي عم يتغير, منطقة الأميجدالا بتصير shrinked, منطقة الخوف والقلق بصير ما بقى أتفاعل, بصير دايما عايش بالسلام الداخلي. وإحنا بنعرف حياتنا الخارجية هي انعكاس لحياتنا الداخلية, ما حدا يقول لي أنا عايش بمشاكل بحياتي أو حاسس بقصص مش منيحة عم تصير معي قبل ما ينظف جوا, ما فيني أوصل لتغيير برا. كل ما أنا عم نظف جوا وعايش بهذا السلام والسعادة مناعتي النفسية عم تتحسن. كتير نحنا بحاجة نعمل نتكيف أو نتأقلم مع التغيرات اللي عم تصير بالعالم, فأنا أعمل صير عندي كوبينج ميكانيزم أكتر, بدي أشتغل على السعادة والسلام جواتي, وهذا بيصير إذا أنا عايش باللحظة الحاضرة. إذا عايش باللحظة الحاضرة تركيزي 100% هلأ شو عم بعمل كتير رح أتغير, ذكرتي أحسن, طريقة تعاطي معي مع حالي أحسن, مع الجماعة أحسن, طريقة علاقتي مع غيري أحسن, فيها empathy, فيها إنسانية, فيها سعادة, فيها سلام, ما حدا بيقدر يقشطني إياهم للإشياء اللي بتصير معي, لأنه هيدا الجوة السعادة أنا عم خدها, وجوة أنا من خلال تغير الدماغ اللي عم بصير عم بتغير من جوا بكل البيهيفير تبعي, بكل طريقة التفاعل العاطفي والتفاعل حتى اللفظي اللي أنا عم بستعمله بحياتي. هلأ للأشخاص يلي هن عندهم أوجاع جسدية, هون صرنا بدنا نشتغل بالTHB اللي هن عم بحسوا بهالديبريشن والمود دايماً عم بيطلع وينزل وانكزايتي, نحن منخاف الستريس يتحول لانكزايتي والانكزايتي ترجع تعمل أمراض نفسية لأنه بتوصل لهيدا الشيء. فينا نعمل التنفس باللحظة الحاضرة كيف حكينا, 4 ثواني إن 8 ثواني أوت, ما كتير تطولوا النفس الانهاليشن لأنه بيكون عم تشغلوا السيستم سامباتيك, نحن ما بدنا نشغله كتير للسامباتيك, هنشغل البارا سامباتيك. فانهاليشن 4 seconds in مش أكتر, 8 seconds out, بركز على اللحظة الحاضرة, لو قطعت أفكار براسي it's normal, خليني أترك الأفكار تقطع وركز دايماً على النفس وعد على أصابيعي, هذا الشيء كتير بساعدنا ما ناخد
ما يصير انا عندي اكيد الافكار توعي مشاعر بنفس الوقت للاشخاص اللي عم يحسوا كثير باوجاع جسديه. وبدنا نخفف هيدي الاوجاع الجسديه، بنصحهم يناموا على ظهرهم، يتنفسوا كمان بنفس الوقت 4 seconds in 8 seconds out، وبنفس الوقت يكبسوا على كل نقط اللي هن موجودين عضلات البسواس، ويعملوا ستريتشنج لعضلات الادكتور يعني عضلات الاجرين من جوا، يفتحوا اجريهم ويعملوا ستريتشنج هن وعم يتنفسوا. هذا الشيء رح يساعدهم انه يفضوا هالعضلات من الكورتيزول ويفوتوا اكثر اغمق بحاله ريلاكسيشن، بتخلي هالعضل وهالاعصاب ترتاح بطريقه اكثر، لانه بتوطي التوكسن وبتعلي الدوره الدمويه، وهذا الشيء بيساعد اكيد الجسم. بنكون هيك عم نشتغل على العقل وعلى الجسم بنفس الوقت. اكيد للحالات الادفانس تي اتش بي هو كثير اساسي لمده ساعه ونص، اكيد العلاج بيكون كيف حكينا بيشتغل على المايند وعلى البادي وعلى الانرجي بنفس الوقت، تنوصل لحاله التناغم الفكري والجسدي بطريقه كثير سريعه. كتير كتير معلومات كتير كتير حلوة وكتير مهمة ديفيد يلي عطتنا إياهم هون. أكيد أنا السنتر تبعي هو بجل الديب IHBC International Health and Beauty Clinics. رقم التليفون تبعي فيكم أكيد تحكوا معي على رقم التليفون على 76-4-9-9-4. وأهلا وسهلا بالجميع. هيدا أكيد بلبنان إذا كنت بلبنان. سو بدي اشكرك كمان مرة ديفيد، وبشكر الكل يلي كانوا معنا اليوم، وبتمنى انه ترجعوا تتسمعوا وتفوتوا على هال It's Your Life series. And bye bye. Bye.